أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها اليوم لمناقشة أبعاد عودة الرئيس هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وما الذي يمكن أن تغيره هذه العودة على طبيعة الأحداث في البلاد. وصل الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مدينة عدن قادما من مقر إقامته المؤقت في الرياض التي غادرها بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره رسالة واضحة على ما يبدو لرفض الحكومة خطة كيري ومشروع اتفاق مسقط وتجنب أي ضغوط قد تنجم عن عدم استقباله لولد الشيخ للمرة الثانية، ذلك من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك من يرى بأن العودة تأتي في إطار أن الرئيس هادي يخطط للقاء بالمبعوث الأممي في محافظة عدن، وذلك من أجل تجنيب المملكة العربية السعودية الضغط الذي بات يمارس عليها من قبل الإدارة الأمريكية وإظهارها كطرف ثالث في الأزمة اليمنية. عودة الرئيس هادي أيضا ينتظر أن تحل الكثير من الإشكالات في العاصمة المؤقتة، وكذا التغيير من طبيعة الأحداث وسير المواجهات على الأرض وما يمكن أن يقدمه الرئيس هادي من دعم في معركة تحرير تعز. هذه الأبعاد وأكثر ستكون موضوع نقاشنا في حلقة اليوم من زوايا الحدث، وسنناقشها في محورين: ما هي الرسائل التي أراد الرئيس هادي إيصالها من وراء العودة في هذا التوقيت، وما الذي يمكن أن تأتي به عودة الرئيس هادي من تغييرات على الأرض قبل البدء في مناقشة هذا الموضوع. نتابع هذا التقرير. مغادرة الرئيس هادي للرياض بالتزامن مع وصول الموفد الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ رسالة واضحة وصريحة لرفض الحكومة خطة كيري ومشروع اتفاق مسقط. في المرة الأولى رفض هادي والحكومة استلام نسخة من خطة كيري، وفي المرة الثانية اعتذر هادي والحكومة عن استقبال ولد الشيخ في الرياض، واليوم يغادر هادي الرياض إلى عدن، وهو بذلك يهدف للتخلص من أي ضغوط قد تنجم عن عدم استقباله لولد الشيخ للمرة الثانية، كما أنه يهدف فيما يبدو لعدم إحراج السعودية وتجنيبها ضغوطا من الجانب الأمريكي بناء على موقف هادي ومحاولة إظهار أن هادي وحكومته هي الطرف المعني بالتسوية في اليمن، وأن المملكة لا تمارس ضغوطا على هادي وأنها تتحرك كطرف ثالث، وأن كل تحركاتها ومواقفها هي استجابة لما يطلبه هادي وفريقه. ولد الشيخ يجري ترتيبات هو الآخر، وبات مطمئنا للدعم الأمريكي لخطواته، وعقد مجموعة من اللقاءات مع مكونات سياسية تحت لافتة الطريق الثالث، بالإضافة لما يعرف بتكتل نساء التوافق من أجل السلام. بالأمس استبق ناطق ميليشيا الحوثي ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام وصول ولد الشيخ للرياض بالقول إنهم غير راضين عن أداء المبعوث الأممي، وأنهم متمسكون بما أسماه اتفاق مسقط، وإن نجاح التسوية مرتبط بالطرف الآخر. محاولة استثمار الفترة المتبقية للديمقراطيين في البيت الأبيض لتحقيق إنجاز تسوية للملف اليمني بطريقة مشوهة لا يدع أمام الحكومة إلا محاولة التملص والبحث عن مخارج مؤقتة للتخلص من الضغوط وإعادة التفكير جيدا في أدائها الميداني والمؤسسي والتحرك بطريقة أكثر فعالية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. وينضم إلينا من محافظة عدن رئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق. مساء الخير فتحي. مساء النور لك والجميع مشاهدي قناة بلقيس، وتحية لكم جميعا. أهلا ومرحبا بك. بداية أستاذ فتحي، كيف بدت الأوضاع اليوم في محافظة عدن مع وصول الرئيس عبد ربه منصور هادي؟ الأوضاع الميدانية في عدن هادية، لم تشهد عدن أي حوادث أمنية اليوم مع عودة الرئيس هادي، والوضع صار بشكل طبيعي. يوم عدن هو مثل الأيام التي مضت، لا جديد إلا عودة الرئيس هادي، والشارع تقريبا يتحدث بشكل متعدد الروايات أو متعدد التحاليل حول عودة الرئيس هادي. البعض يرى أن عودة الرئيس هادي ربما تكون متصلة بالتحركات الأخيرة الميدانية للمقاومة في تعز، أو ربما متصلة بأعمال صرف المرتبات الأخيرة التي تحدثت عنها الحكومة والتي من المقرر أن تبدأ خلال أسبوع. وهل باعتقادك فتحي؟ نعم فتحي، هل باعتقادك بأن عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي مرتبطة بصرف الرواتب؟ الحقيقة أنا شخصيا أرى أن عودة الرئيس هادي هي متصلة بملف مفاوضات السلام في اليمن، والقضية متصلة بخارطة ولد الشيخ التي طرحت قبل
أسابيع ولاقت قبولا وترحيبا من قبل الحوثيين وصالح، لكنها لاقت رفضا قاطعا من قبل الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس هادي. ربما الحكومة السعودية أرادت أن توصل رسالة إلى المحيط الدولي، خصوصا مع تزامن زيارة الشيخ اليوم إلى الرياض، بأنها ليست المعنية بالرفض أو قبول هذه المبادرة، ولكن الكرة تراها ترى أنها هي في ملعب الرئيس هادي وعلى ولد الشيخ، مثلما أفادت أخبار قبل قليل أن الحكومة أبلغت ولد الشيخ بأنه يمكن له زيارته إلى عدن والالتقاء بالرئيس هادي. كل الاحتمالات خلال الفترة القادمة مفتوحة وسننتظر لنرى ما الذي يمكن أن يتغير. نعم، بعيدا أستاذ فتحي، ربما سنتحدث في المحور الثاني عن دلالة عودة الرئيس وربطها بالمباحثات السياسية أو حسم ميداني على الأرض. فيما يخص العاصمة المؤقتة عدن، أقصد يعني هل حدث هناك أي حركة تغيير في محافظة عدن من الجانب الأمني، من جانب التواجد الدولة، السلطة المحلية، أم ربما الأمر يعني مر كسائر أيام التي يعني كانت سابقا لم يتغير شيء؟ الحقيقة الرئيس هادي وصل قبل ساعات من الآن إلى عدن، لم يحدث أي تغيير أمني حتى اللحظة. لم نسمع بأن الرئيس هادي ربما يصدر قرارات تعيين جديدة في قطاع الأمن، رغم أن هناك حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يوجد هناك تأكيد بأن الرئيس هادي ينوي إجراءات واسعة النطاق على في جهاز السلطة المحلية ولا في جهاز الأمن حتى اللحظة. لكن كل الاحتمالات في عدن مفتوحة، عدن شهدت تغييرات كثيرة خلال الأشهر الماضية، حدثت خلال ساعات ومضت خلال الأشهر لاحقة. هل يمكن اعتبار أستاذ فتحي اعتبار عدن بأنها جاهزة هذه المرة لبقاء الرئيس، بقاء الحكومة؟ ربما المظاهر الأمنية، الاختلالات التي كانت في الفترات السابقة والماضية، الآن يعني بات تواجد الدولة والسلطة المحلية أكثر من فترات سابقة. الرئيس هادي منذ انتهاء الحرب وحتى قبل اندلاع الحرب كان يعيش في معاشيق، ومعاشيق حتى اللحظة وخلال الفترات الماضية كانت جاهزة دائما وأبدا لاستقبال الرئيس هادي، واستقبلت رئيس الوزراء واستقبلت كافة الوزراء الآخرين. إذن الرئيس هادي وإدارته هم يعيشون أساسا في معاشيق، ومعاشيق هي دائما جاهزة لاستقبال المسؤولين. لكن حينما نتحدث عن الوضع العام في عدن، عن وضع الكهرباء، عن وضع المياه، عن وضع الرواتب، بالتأكيد نعم عدن فتحي أنا أقصد في سؤالي عندما نتحدث عن يعني قدرة عدن على استقبال الحكومة، هي أن عدن باتت يعني مهيئة تماما في شتى المجالات، لا أن يمكث الرئيس والحكومة في قصر المعاشيق ولا يتجاوز هذا الحدود. لا، عدن ليست مهيئة بالمطلق، عدن تعيش ظروف إنسانية صعبة، وضع الناس حتى اليوم لأربع أشهر لم يتسلبوا المرتبات، قطاع الكهرباء يعاني الكثير من الإشكاليات، قطاع المياه، قطاع الخدمات بشكل عام يعاني الكثير من الاختلالات. إذا تحدثنا عن عدن بعد عام ونصف من الحرب والحديث عن إعادة إعمار عدن، كل هذه الملفات حتى اليوم هي مؤجلة، لا يوجد أي تحرك حكومي حقيقي في هذا الخصوص. لكن الناس مع كل عودة للرئيس هذه إلى عدن، الناس يظنون أو يستبشرون خيرا بأن هذه الزيارة ربما تحمل الجديد، واليوم الناس أيضا استبشروا بعودة الرئيس هادي، وهم يتمنون أن ربما هذه الزيارة ربما تحدث بعض التغيير الإيجابي في حياتهم. الناس يأملون أن إدارة الرئيس هادي وإدارة رئيس الوزراء بن دغر يأملون أن تتحرك بشكل جدي وحقيقي لإنهاء حالة الفوضى في عدن وإنهاء معاناة الناس بعد عام ونصف من انتهاء الحرب. فتحي اسمح لي ان نشارك معنا في الحديث من عمان المحلل السياسي الاستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير استاذ عبد الناصر. مساء الخير وتحيه لك وللاخ فتحي. اهلا ومرحبا بك استاذ عبد الناصر. انت كيف تقرا يعني او دلاله مغادره الرئيس عبد ربه منصور هادي للرياض في الوقت الذي يصل فيه المبعوث الاممي الذي كان يبحث ربما عن لقاء الرئيس لبحث اي يعني بوادر احياء مبادره سياسيه من جديد؟ يعني إذا قرأناها من العلاقة بين وصول المبعوث الأممي ومغادرته إلى عدن، كان هناك رغبة من الرئيس هادي بتجنب لقاء ولد الشيخ، كونه رفض منذ الأساس مبادرته
وخارطة الطريق التي وضعها. هذا أمر. الأمر الآخر، ربما يريد الرئيس هادي أن يحرك شيء على الميدان، وهي حركة يقصد بها الإيحاء للجميع بأن الوضع الميداني يمكن أن يغير المعادلة على الأرض، وهي محاولة من الرئيس هادي للهروب من خارطة ولد الشيخ الذي هي تستبعده وتنهي عهده بشكل من الأشكال. نعم. ولهذا ربما يكون هناك رغبة في تحريك بعض الجبهات، وتحديدا جبهة تعز، بغرض خلق خريطة جديدة على الأرض. ولكن من كل ما من خبرتنا مع جميع هذه التحركات نجد فقط أن الرئيس هادي يعيش حالة ركود، وعندما يشعر بأن موقعه في حالة خطر يتصرف بسرعة ويبدأ يتصرف لخلط الأوراق، وهذا ما شهدنا. نعم. في كل مناسبة عندما تعتبر مغادرة الرئيس، نعم أستاذ عبد الناصر، تعتبر مغادرة الرئيس من الرياض وعودته إلى عدن ربما لخلط الأوراق بعد أن بات يعني منصبه كما تقول في خطر، ولم تكون يعني العودة ربما لعملية عسكرية ربما واسعة ستكون المنطلق من عدن باتجاه تعز. لا أعتقد، لأن أي عملية عسكرية واسعة تحتاج لها تحضيرات ضخمة جدا، وليس في الأرض ما يشير إلى مثل هذه التحضيرات. الواقع على الأرض يشير إلى أن هناك ربما تم استخدام بعض القطاع العسكرية، لكن هذه ليست كافية لتحريك موقف كبير. وأحداث اختراق استراتيجي اليوم في تعز، الجبهة الغربية في مدينة تعز مهددة، وربما إذا نجح الحوثيون يعيدون الحصار على تعز، وبالتالي كل الانتصارات السابقة في تعز ستصبح في خبر كان. من ناحية ثانية، أي عملية عسكرية ضخمة تريد لها أيضا تهيئة سياسية كبيرة، ولكن ليس هناك ما يشير إلى هذا الأمر. كل ما هنالك كما ذكرت لك بأن الرئيس هادي كل ما يشعر بأن منصبه السياسي في خطر يخلط الأوراق، وهذه سياسته منذ البداية، ليس حتى وهو في صنعاء كان يخلط الأوراق عندما يشعر بأنه منصبه في خطر. لكن هناك أستاذ عبد الناصر، هناك أيضا من يرى قراءة أخرى بأن الرئيس هادي ربما والتحالف العربي هناك توجه الآن، لا سيما في هذه الفترة التي تفصل تسليم السلطة إدارة أوباما لإدارة ترامب، والتغيرات اللي حاصلة في المجتمع الدولي والإقليمي هي ما جعلتهم يتحركون ربما هذا التحرك العسكري أو الميداني السريع لتغير يعني المعادلة على الميدان، ومن ثم تكون إن حدثت هناك مفاوضات قادمة تكون أوراقهم أقوى من المرات السابقة. ربما هذا صحيح من ناحية التوقيت، أن هناك رغبة لإحداث تغيير على الأرض في فترة الانتقال، مرحلة الانتقالية بين إدارة أوباما وترامب، هذا صحيح من ناحية الشكلية، لكن ليس هناك على الأرض ما يوحي بأن هناك استعدادات حقيقية لإحداث اختراقات استراتيجية كبيرة. الاختراقات الاستراتيجية الكبيرة تحتاج إلى أن يكون هناك قوة عسكرية فاعلة تحت قيادة مركزية حقيقية. ما بيحدث حاليا هو عبارة عن تحركات لمجاميع. ولكن هناك أيضا هناك حدثت تغييرات كما تعلم في السلك العسكري وفي القيادة العسكرية وفي المنطقة الرابعة على وجه التحديد، هناك تغيير، ربما هذا التغيير يعني يأتي منسجما مع التوجه الحاصل الآن. ربما صحيح، لكن ربما يكون أيضا هو كما قلت لك، كان هناك رغبة لدى الرئيس هادي وبعض القيادات الجنوبية بأن يبقى الشمال كما قال حسين عرب يبقى في حالة حرب استنزاف طويلة الأمد ليتم ترتيب وضع الجنوب. الآن عندما يشعر الرئيس هادي بالضغوط عليه يتم تحريك الوضع في الشمال وإخراجه من حالة الاستنزاف والركود إلى حالة أكثر سخونة.
نعم، وهل باعتقادك أن بيد الرئيس هادي أستاذ عبد الناصر، وهل باعتقادك أن بيد الرئيس هادي أن يماطل في استمرارية الحرب في الشمال وهو رئيس ومثل الجمهورية اليمنية بشكل كامل؟ يعني نظريا هو يمثل الجمهورية اليمنية، ولكن عمليا له أجنداته الخاصة، وأجنداته الخاصة الأقلمة، تفكيك اليمن من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. نعم. تقوية الجنوب بشكل من الأشياء. نعم. على كان ضمن فيدرالية أو تهيئة الانفصال. هذا المشروع ليس أستاذ عبد الناصر، اسمح لي أعود إلى الأستاذ فتحي بن الأزرق، وأيضا كما تعلم تعقيب على ما ذكرت بأن مشروع الدولة الاتحادية هو اجتمع كل اليمنيين وخرجوا بهذه الرؤية جميعهم في مؤتمر الحوار الوطني، وربما الرئيس هادي هو كان من تبنى هذا الموضوع، لكن هو برغبة كل اليمنيين. أعود إلى عدن مع الأستاذ فتحي بن الأزرق. أستاذ فتحي، أنت في عدن وتتابع وتلمس ما يدور هناك في عدن عن قرب، هل فعلا هناك حركة أو وصول فعلا تعزيزات عسكرية من قبل التحالف العربي تبشر بعملية عسكرية تنطلق من عدن؟ الحقيقة أن يوم أمس للتوضيح لكم وصلت قوة من قوة تابعة للتحالف إلى عدن، لكن أنا شخصيا أبلغت اليوم بأن القوة التي وصلت إلى عدن هي قوة تبديل روتينية تحدث خلال كل شهرين للقوات الإماراتية في عدن. القوات الإماراتية هنا في كل شهرين تقوم بعملية تبديل 3 إلى 4 كتائب، بحيث أنه تغادر كتيبة وتعود كتيبة. تأكد لنا اليوم بأن الحديث عن وصول قوة التابعة على التحالف يمكن أن تشارك في معارك تعز غير صحيح. أؤكد. نعم. حديث الأخ أستاذ عبد الناصر الموضع لا يوجد قبل الانطلاق إلى أستاذ فتحي، قبل أن تعقب على الأستاذ عبد الناصر، أقصد يعني الأخبار التي تحدثت بوصول مدرعات وعربات عسكرية وحاملة جند ليس له أساس من الصحة، ربما جاءت كتائب فقط من باب التبديل يعني. نعم هي جاءت كتائب من باب التبديل، ولا وجود لأي حديث أو لا وجود لأي حديث حقيقي عن معركة خاصة بتحرير تعز، سواء من الساحل. نعم. ساحل باب المندب أو من جبهة كرش. تحدثت اليوم إلى عدد من القيادة العسكرية في هذه الجبهة، أكدوا أن الوضع مثل ما هو، والقوات العسكرية هي المتواجدة هناك. ربما تكون هذه تحفظات أستاذ فتحي، ربما تكون هذه تحفظات عسكرية. نحن نستقي معلوماتنا من عشرات المصادر وليس من مصدر. نعم. واحد، نستقيها في أكثر الأوقات من مقاتلين في الميدان، لذلك فالمقاتل في الميدان هو أساسا. نعم. يعطي. طيب. في معلومة صحيحة. نعم. تعقيبك على أستاذ عبد الناصر، تفضل. نعم. تعقيبك إن أردت على الأستاذ عبد الناصر، كان لديك فكرة، تفضل. أستاذ عبد الناصر، أنا أتفق مع ما تحدث بخصوص تحرك الرئيس هادي إلى عدن. أنا شخصيا أرى أن الرئيس هادي ربما يرى أن هناك ضغوط ربما تمارس عليه لقبول خارطة ولد الشيخ، وهو يحاول التنصل من هذه الخارطة، لكن أنا شخصيا أعتقد أن الأمور في اليمن بشكل مجمل ربما تصل إلى تسوية سياسية، ربما كل الأطراف المتحاربة في اليمن تصل في نهاية المطاف إلى ضرورة وقف هذه الحرب والذهاب إلى صفقة سلام، لكن الكل يتفق أن صفقة سلام هذه يجب أن تنهي عهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وتنهي أي حضور لجماعة الحوثي في اليمن. نعم. هذا ما يتفق عليه اليمنيون إجمالا. نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق، كنت معنا من محافظة عدن. أعود للأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، إذن أمام يعني القراءة التي تحدثت عنها بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي بأن هناك خوف من أن تمرر أي تسوية سياسية وفقا لخطة كيري، إذن هل سيستمر هادي في التواجد بعدن لتعزيز موقفه على الأرض، أم ربما هي زيارة وعودة إلى الرياض؟ لا أعتقد بأنه سيطول في عدن إلا إن كان هناك رغبة من السعودية بإبقائه في عدن، لأنه بغياب الخدمات وبغياب موارد حقيقية للدولة وتسديد رواتب للموظفين، كل هذه الأمور تجعله وهو وغيره من أعضاء الحكومة ورئيس الحكومة وغيرهم يتجنبوا الضغوطات الشعبية التي تمارس عليهم كونهم قريبين من
من المواطنين في نفس الوقت. ولكن هذه المرة تزامن أستاذ عبد الناصر، هذه المرة تزامن عودة الرئيس مع أيضا أوامر الرئيس بصرف رواتب الموظفين، وهناك لجنة شكلت بقيادة نايف البكري والعديد من الوزراء والمعنيين في الشؤون المالية من أجل صرف رواتب الناس، وربما هذه بادرة جميلة. هذه الرواتب التي يتحدثون عنها هي الرواتب التي تقدمها السعودية ودول التحالف للجنود المنضمين تحت ما يسمى المقاومة، والذي يصرف لهم رواتبهم مباشرة من السعودية ومن الإمارات، لكن ليس للموظفين. أيا كان الداعم أستاذ عبد الناصر، أيا كان الداعم في النهاية هو باسم الحكومة وهي من تصرف هذه الرواتب. يعني لا في فرق ليس هناك من أموال وصلت للبنك المركزي والبنوك المركزية فروعها في محافظات الجمهورية ليتم صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل عام. البنك المركزي في عدن أعلن قبل يومين بأنه لا يمتلك موارد، وأنه فقط سيفتح لاستقبال الإيرادات، ليس لديه ما يصرف، وبالتالي ليس هناك من أي تغير نوعي. طيب البنك طيب قال بأن الأمر يستغرق من شهرين إلى ثلاثة إلى حين تستكمل الحكومة. نعم. طبع نقود. نعم. حتى لا نتشعب في موضوع نعم أستاذ عبد الناصر، حتى لا نتشعب في الموضوع ونعود للحديث حول عودة الرئيس هذه وأثرها وتحريك يعني ربما الجانب الميداني والعسكري في الميدان. دعني يعني نشرك معنا في الحديث الدكتور محمد جميح المحلل السياسي. مساء الخير دكتور محمد. هلا أنا مساء النور. اهلا ومرحبا دكتور محمد. الاستاذ عبد الناصر يرى بان عوده الرئيس عبد ربه منصور هادي ربما هي فقط هروب من عدم الالتزام لاي خارطه يقدمها ولد الشيخ، تكون يعني ربما ابرز عناوينها تحجيم صلاحيه الرئيس هادي وتمرير خطه كيريا التي رفضتها الحكومه والرئاسه. وطبعا هذه من ضمن الفرضيات التي يمكن ان تساق في مساقات تفسير توقيت زيارة الرئيس لعدن، وللأسف أنها زيارة يعني يكفي أن نقول أنها زيارة لعدن، زيارة لليمن من المملكة العربية السعودية. لفظة زيارة يعني تختصر ما يمكن أن يقال لهذه الإطلالة المؤقتة طبعا التي يمكن أن تكون لمدة أسبوع. أخي العزيز، لدينا مشكل كبير في اليمن. المشكل هو أن لدينا محافظات حررت بالكامل، ونتحدث عن أكثر من 60% من الأراضي اليمنية محررة من سلطة الانقلاب، ومع ذلك لا تتواجد فيها الحكومة. هؤلاء المسؤولون يأتون في زيارات خاطفة إلى بلدهم ويعودون إلى البلد الأصلي، على أساس أن البلد الأصلي هو الرياض. الرياض يعني دعمت وساندت وفعلت الكثير، لكن التواجد الأخير دكتور محمد، التواجد الأخير لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته في عدن وفي حضرموت وفي سقطرة وأخيرا في مأرب، في أي سياق تقرأ أنت هذه العودة إذا كان هناك لا يوجد أي تواجد للحكومة؟ هذا لا يكفي. أنت تتكلم عن حكومة مسؤولة، ما معنى أن تكون حكومة؟ نحن لا نريد أن نسمع كمواطنين، دعنا نكون يعني المواطن العادي لا يريد أن يسمع من الحكومة شكوى، هو يريد أن يشكر الحكومة. نعم. وبالتالي لا يجب أن تتعلل الحكومة بأن البنك ليس لديه إيرادات، ولا يجب أن تتعلل الحكومة بأن الوضع الأمني غير مستقر، ولا يجب أن تتعلل الحكومة بأن القوات الدعم غير كافي. لماذا هي حكومة إذن؟ هذا كلام يتركونه لنا نحن، يتركونه لرجل الشارع العادي للمواطن البسيط ليتساءل. نعم. وليشكو. أما هم فإذا كانوا هم مصدر الشكوى فلماذا إذن هم حكومة؟ إما أن يلتزموا ويكونوا مسؤولين، وإلا فإنه لا يجوز أن يأخذ الكعكة دون أن يلتزم بمسؤولية هذه الكعكة. نعم. هكذا نقولها بكل صراحة. نعم. الوزير الذي لا يريد أن يعمل أو يخاف على وضعه الأمني في عدن عليه أن يقدم استقالته، وأن يعين وزير من عدن، من مأرب، من حضرموت، من أي منطقة في اليمن من المقاومة يستطيع أن يحمي نفسه ويستطيع أن يعمل في هذه الظروف الصعبة. نعم. أما أنك تريد أن تكون وزيرا ولا تريد أن تدفع فاتورة هذه الوزارة ولو حتى على مستوى القلق الأمني فهذا لا ينبغي. نعم. طيب دكتور إذا تحدثنا. نعم نعم دكتور، اسمح لي وعفوا وعذرا للمقاطعة، عودة الرئيس هادي ألا تقرأ منها ربما يعني عمل ميداني وعسكري بعد الأخبار التي تحدث عن وصول قوة عسكرية إلى محافظة عدن لتحرير إقليم الجند وعلى وجه تحديد تعز؟ دعنا لا نريد أن نبالغ في التفاؤل، لأننا عندما نبالغ في التفاؤل تأتي النتائج غير ما كنا نأمل.
الوضع العسكري بشكل عام متقدم، والمقاومة تتقدم خلال الشهور الأخيرة بزيارات المسؤولين الأخيرة أو بدونها، المقاومة تتقدم. وأنا لا أعتقد أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب يعني منصب مدني أكثر منه. صحيح أنه القائد على القوات المسلحة، لكنه لا أعتقد أنه يخوض في تفاصيل المعارك الداخلية. وبالتالي أنا أتصور أن التقدم على الجبهة لا يعني يفترض، وإن كان دعما معنويا، لكن لا يفترض بالأساس وجود الرئيس لعدن. أنا في تصوري أنه مهما كانت الزيارة لعدن، سواء كانت من أجل أن لا يلقى والد الشيخ معنا، وكان يمكن أن لا يلقاه وهو في الرياض، أو كانت من أجل إعطاء دفة معنوية عالية وعسكرية للجهود التي لتحرير فايز أو لتحرير باب يعني شمال باب المندب، مهما كانت الأسباب فإن هذه الأسباب ستتلاشى وستذوب وستنتهي إذا عاد الرئيس اليمني إلى الرياض مرة أخرى. نعم. طيب سؤال أخير دكتور محمد، فيما يخص الآن إحياء ربما مبادرة كيري بوصول والد الشيخ إلى الرياض، وأيضا طلب الحكومة إن كان يريد مقابلة الرئيس فليأتي إلى عدن، هل باعتقادك سيذهب والد الشيخ إلى عدن لمقابلة الرئيس هادي للاتفاق حول صيغة معينة لإحياء المبادرة؟ هذا شيء جيد. يعني عندما كانت الحكومة تقول أو تطلب من المنظمات الأممية والسفارات والقنصليات أن تذهب إلى عدن وهي في الرياض، فهذا طلب غير منطقي، لأنه كيف تطلب من البعثات الدبلوماسية والممثليات الدبلوماسية في صنعاء أن تذهب إلى عدن وأنت نفسك لم تذهب إلى عدن، لم تؤمن عدن على نفسك، فكيف يؤمن الآخرون عليها؟ عد إلى عدن أولا ثم اطلب من الآخرين أن يأتوا إلى عدن. نعم. شيء جيد أن يطلب الرئيس أو تطلب الحكومة من ولد الشيخ أن يذهب إلى عدن والرئيس موجود، لكن الـ يعني أيا كان مكان اللقاء بين الرئيس هادي وبين ولد الشيخ فهناك خارطة الطريق موجودة. على الحكومة في تصوري أن تطور هذه الخارطة بمجموعة من المقترحات من وجهة نظرها، وأن لا تكابر بأن تقول هذه خارطة مرفوعة من السياق الأول. الحوثيون كانوا أذكى في تصوري في هذه الناحية، أنهم قالوا أنها أساس صالح للتفاوض. ونحن نعرف أن معنى أساس صالح للتفاوض حرفيا يعني الرفض، يعني الرفض، ولكن بلغة دبلوماسية، لأنهم عندما يذهبون إلى تفاوض فإنهم يدخلون في تفاصيل وتفاصيل تفاصيل، وهناك شياطين الحوثيين منتشرة في التفاصيل. كان ينبغي الحكومة أن تقول نحن نقبلها أساسا للتفاوض وليس أساسا للحل، أساسا للتفاوض على الحل، ثم بعد ذلك تطور هذه الخارطة. كان تقول على سبيل المثال فليذهب الرئيس ونائب الرئيس خلال فترة محددة، لكن هذه الفترة المحددة يتطلب فيها إنجاز 1-2-3 من الحوثيين والإنقلابيين في الداخل. نعم. أشكرك. دون أن يرتبط بإطار زمني محدد، ولكن يرتبط بخطوات على الأرض. ثم بعد ذلك لا أحد يريد، لا أعتقد أن رئيس وارث تمسك السلطة أو نائب الرئيس وارث تمسك السلطة إذا أنجزت إجراءات على الأرض تطبع الأوضاع إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014، أو أن تكون هناك نقطة في هذه الفترة. دكتور لضيق الوقت اسمح لي. نعم. لم يلتزم الحوثيون بهذه الأدوات وبهذه الإجراءات، فيما لم ينتج الحوثيين فإن الرئيس يستطيع أن يعود إلى منصبه، ونائب الرئيس يستطيع أن يعود إلى منصبه، وأن كل الإجراءات لاغية. أشكرك دكتور. نعم. الدكتور الكاتب والمحلل السياسي محمد جميع كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. أستاذ عبد الناصر سؤال أخير، هل أنت متفائل بأن مبادرة كيري ربما تحيا من جديد، أم عودة هادي إلى عدن هي عبارة عن مهدئ يعني التهرب من عدم الالتزام أمام ولد الشيخ والمجتمع الدولي فقط؟ يعني فقط محاولة لكسب الوقت، الكل يحاول يكسب الوقت، الكل ليس لديه رؤية لما يجب أن تتم عليها الأمور، ولكن الرئيس هادي يريد أن يكسب أكبر فترة من الوقت باعتقاده بأن الوقت ممكن يأتي له بشيء غير متوقع، بمعجزة ما تغير الأوضاع على الأرض وتمد حكمه الذي يحاول أن يتمسك به بأي وسيلة. أشكرك جزيل الشكر للمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المدعو كنت معنا من عمان، والشكر أيضا للدكتور محمد جميح كان معنا من لندن، والشكر أيضا لرئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق كان معنا من عدن، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحية معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن.